غير الطريق للفرحة وطريق الخلاص. عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق. أعزائي مشاهدي برنامج ساعة صلاة في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة صلاة. دايما بصلي من قلبي أنك تكون في ملء القوة وفي ملء البركة، ومن يوم للتاني تكون في الارتفاع ولا تكون في الانحطاط في اسم الرب يسوع المسيح. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة، وأنا بشعر أن في الأيام اللي احنا فيها دي الصعبة اللي فيها حاجات كتير قوي تعبانة وحاجات كتير قوي بتسبب لنا ضغوط كتير قوي، احنا في أمس الاحتياج الشديد جدا ان تكون حياتنا غالبة ومنتصرة. عشان كده رب ثقل على قلبي النهاردة نتكلم ونصلي في هذا الامر، الغلبة النصرة التي لنا في المسيح يسوع، واللي على قلب ربنا ان دي تكون حياتنا اللي عايشينها ونكمل بيها المسيرة في البرية الصعبة اللي مليانة اتعاب ومشاكل واحتياجات وامراض. كل ده احنا عارفينه، لكن اللي بيعزينا قوي انه وعد انه في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. عشان كده انا برحب بيكم في حلقه جديده من برنامجكم برنامج ساعه صلاه النهارده في اسم الرب يسوع المسيح، وبتمنى الوقت اللي جاي يكون وقت مستثمر مش ضايع من حياتك، والساعه اللي هتقضيها قدام ربنا تسمع منه تتكلم ليه وتصلي ليه، الوقت ده يحسب ليك مش يحسب عليك. النهارده بيشرفني قوي يكون موجود معانا خادمه رب الاخت ليديا نونا من كندا، انا برحب بيها معاكم النهارده، هي مش اول مره تكون معانا، بنرحب بيها كلنا ونتمنى ان وجودها النهارده في اسم الرب يسوع المسيح هيكون سبب بركه حقيقيه لينا. ازيك يا اخت ليديا؟ احنا سعداء قوي تكوني معانا النهارده. شكرا، انا سعيده جدا حقيقه ان اكون معاكم واشارك بتمجيد الرب وتوصيل رساله الرب. امتياز، اشكركم جدا، ربي يبارك الاذاعه ويبارك القناه قصدي ويبارك البرنامج ويتمجد، ويعطي كلمة عند افتتاح الفم لمجد المسيح. أمين. شكرا. أمين يا رب في اسم يسوع. خلينا نبتدي معاكم الحلقة ونرفع كلنا صلاة، نطلب حضور الرب من أول لحظة في البرنامج. ودايما بذكرك أن الأرقام موجودة قدامك لو عايز تتصل بينا مباشرة تطلب طلبة صلاة أو تشاركنا بحاجة أو تقول اختبار، أهلا وسهلا بيك. ورقم الفايبر كمان هيكون موجود لو عايز تتصل من أي مكان في العالم متاح لك تتكلم، حتى لو مش عايز تذكر اسمك بنكون بنصلي معاك وبنسمع طلبتك وبنتشارك كلنا مع بعض كجسد واحد في المسيح يسوع. تعالوا دلوقتي خلينا نصلي مع بعض ونطلب وجه الرب وننتظر كلمة حية لكل واحد ولكل قلب النهاردة مخصوصة جدا من الرب لحياتك ولحياتك. يا رب أنا بشكرك بعظمك جدا من كل القلب لأنك إله صالح وللأبد رحمتك. بشكرك لأنه مشيئة قلبك يا رب، مسرة نفسك أن ترى أولادك في ملء البركة، في ملء القوة، في ملء الارتفاع، وهذا هو إعلانك لنا، وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط. هذا هو وعدك لشعبك أنك تكون معهم، تسير برفقتهم، تسير بوجهك أمامهم فتريحهم. علشان كده رب أنا بصلي النهاردة وشوق قلبي أنا وإخواتي إن احنا نتعلم منك، نتعلم منك، ولو فينا ضعف احنا بنصدق أنك هتعالجه، ولو فينا نقط يا رب محتاجة النهاردة نتواجه بيها
أنا بصدق من خلال كلمتك هتواجهنا بيها، مش عشان تعيرنا ولا عشان تفضحنا، لكن أكيد أكيد علشان تعالجنا وترجع يا رب، تعود يا رب وتجملنا من جديد وتشيل الرماد وتعطي عوضا عنه دهن فرح ورداء تسبيح النهاردة في اسم الرب يسوع المسيح. احنا بنستناك كلنا ولا ننتظر أحد سواك، في اسم الرب يسوع المسيح احنا بصلي ليك الكرامة وليك كل المجد. زي ما تعودت معاكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، بحب دايما نبتدي الحلقة بتاعتنا بكلمات مشجعة، كلمات نسبح فيها ربنا ونعظم فيها ربنا. عشان كده اخترت لكم النهاردة ترنيمة معروفة قوي ومحفوظة جدا، بس أنا مش عايزك تقولها أو تسمعها لأنك عارفها أو حافظها، لكن عايزك تعيشها وتعلن هذا بالإيمان. غالبين إحنا بيك، غالبين إحنا جيوش المفديين، مش ممكن تقدر علينا أي صعاب وإحنا عابرين، لأن لنا الوعد أنا كممسك بيميننا القائل لنا لا تخافوا. تعال اسمع معي هذه الترنيمة، أنت قائدنا يسوع البار، ونرجع نكمل معاكم موضوعنا النهاردة في اسم الرب يسوع المسيح. تعالوا نسمع. قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. من ان نرهب او نحتار واحنا سترك محمين. غالبين احنا بيك، غالبين احنا جيوش المفديين. غالبين احنا بيك، غالبين احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين. مهما ابليس حرب تدور بهموم ومتاعب وشرور، مهما ابليس حرب تدور بهموم ومتاعب وشرور، نمشي في موكب نصر فدينا، نغلب شره بدم ثمين. غالبين احنا بيك، غالبين احنا جيوش المفديين. غالبين احنا بيك، غالبين احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك. نرفع اسمك ونعليك، أصلنا فيك منتصرين. غالبين احنا بيك، غالبين احنا جيوش المفديين. غالبين احنا بيك، غالبين احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين.
مش ممكن تقدر علينا، مش ممكن تقدر علينا أي صعاب وإحنا عبرين. عارف لو قلت الكلام ده بإيمان وعملت الدور اللي عليك اللي هتسمعه النهاردة، ثق دايما هتعيش في ملء هذه الحياة المنتصرة. عايز أقرأ معاكم شاهد كتابي محفوظ لينا جدا من رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس وأصحاح 2 وعدد 14، آية محفوظة لينا قوي. يقول الكتاب: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. مرة كمان: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. أخت ليديا، أول ما بنسمع الغلبة والانتصار، أول حاجة بتيجي في ذهنك إيه؟ للوهلة الأولى من هذا العنوان الصغير، يعني إيه الغلبة والانتصار؟ أول حاجة بتجي للسؤال إنه نحن بنقول دايما وبنعرف الكتاب بيعلمنا على إنه نكون غالبين، نكون منتصرين. طيب بس أنا كيف بنتصر؟ إيه معنى كلمة انتصار؟ مع إنه عنا أعظم مثل لنا اللي أنت تفضلت وقلت حضرتك قبل شوية، عندنا أكبر مثل للغلبة هو الرب يسوع نفسه، هل غلب على الموت وقام وأعطانا، قالنا أنا غلبت العالم، ثقوا أنا غلبت العالم، يعني عنده مثل نقتدي فيه. نحن بنقول طيب شو ليش ما في غلب بحياة الناس؟ طيب نقول في غلبة، لازم نغلب، الرب يسوع هو مثلنا، بيقول هو ده غلب الأسد الذي في وسط يهوذا، أصلي داود ليفتح السفر ويفك خدومه السبعة. طيب هو غلب، طيب شو معنى احنا ليه احنا ما عندنا الغلب الموجودة؟ أول حاجة أول سؤال بينطرح، ليه ما عندنا الغلبة في حياتنا اللي مفروض تكون معنا اللي وصلنا فيها الرب يسوع؟ ملاحظ عندنا أسباب كتيرة، مش عارفة إذا حيب بنحكي عن ليه ما عندنا هالغلبة اللي موصينا عليها الرب يسوع. قبل ما أسألك عن احنا ليه مش عايشين الغلبة دي، نعم. أنا نفسي نوصل لفكرة مهمة جدا مع السادة المشاهدين في كل مكان، إنه نعم. أنت من حقك وأنت من حقك تعيش حياة الغلبة. تمام. إلهك ليه كل المجد، غلب ولا يمكن نعم. في يوم من الأيام، لم يحدث ولن يحدث أن يهزم، والكتاب علمنا إن إحنا ولاده، فإذا كان هو الأسد الغالب وإحنا ولاده، حتى لو كنا العين الكتاب الأشبال احتاجت وجاعت، لكن أنا بصدق وإحنا ولاد الملك لازم نعيش زيه. ودايما عارفين من أمثلة كتير في العالم، ابن الملك بيكون ملك، بيعيش في نفس مستوى الملك، بيتكلم كلام الملك، بياكل أكل الملك، حتى حياته ما يصنعه أي مكان صغير أو كبير كلها فيها صفات الملك، ولأن ملكنا غالب ومنتصر. أنا عايز أشجعكم أول وأكد لك هذا اليقين، إنه على قلب الرب لكل واحد فينا من شعب الرب، كان صغير أو كبير، كان ليك سنوات قليلة في الإيمان أو كان ليك سنين هذا عددها في الإيمان، مش ده اللي بيفرق مع الرب. اللي بيفرق مع الرب أنت بتعيش حياتك في أي مستوى، مستمر أم بتعلو أم بتنخفض أم ما زلت في مكانك. عشان كده أنا بأكد لك من بداية الحلقة، وقبل ما نسمع وقبل ما نعرف ليه إحنا مش بنعيش هذه الحياة وليه مش بنتمتع بهذه الغلبة، أنت من حقك، أنت من حقك أنك تعيش، انك تنتصر، انك تكون غالب. عندنا حاجتين اسيس تفضل لو تحب اقولهم، انا بحبهم جدا جدا حقيقي. اول آية بقول لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والنصرة، يعني نحن عندنا عطية، انه ما يكونش عندنا فشل، دي عطية من الرب. نعم. فنحن قد ايه لازم نعيش القوة دي اللي عطاها لنا الرب يسوع. وتاني حاجة، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نعم. أتكلم عن اختبار، اختبرت قوة الرب يسوع ونصرته لحياتي في أوقات كتيرة. طبعا بنمرق بفتور، نمرق بأوقات بنحس بالتعب بالضيق، لكن لما بنفكر إنه إزاي أستطيع كل شيء في المسيح مش فيا أنا، لا بقوتي لا بالقوة ولا القدرة بل بروحي قال رب الجنود. نعم. فطالما احنا اكيد لينا النصرة والغلبة اللي هو وعدنا فيها،
لأنه طول ما نحن قائدنا يسوع البار نحن متكلم نظرنا على قائدنا حنكون منتصرين. وحنتكلم عن ده كمان شوية بأمثلة من الكتاب عن أشخاص. أمين يا رب. اسم الرب يسوع. أمين. أنا بأيدك وبتفق معاك في هذا الأمر. وده خليني أسألك السؤال التالي، ليه في الوقت اللي الرب عايزنا فيه نكون منتصرين وغالبين للأسف أحيانا بنبدو علينا زي ما نسأل بعضنا أخبارك إيه، نقوله نشكر الله أنا تمام التمام. إحنا سهل قوي نقول الكلام ده على فكرة لبعضنا، بس الحقيقة في جوهرنا من الداخل مهزومين مكسرين مدغدغين وما يعرفش كده إلا اتنين، أنا وهو. ليه يا ترى أنا بعيش حياة مش غالبة ولا منتصرة؟ اتفضلي. في عندنا أسباب كتيرة حسب الكتاب، بس لدي الوقت مش هنذكر منها كلها. فضلي. بس هنذكر بعض الأسباب. فضلي. أول آية بيحبها قوي أنا، إن لك اسما أنك حي وأنت ميت. نعم. يعني حسب الظاهر الإنسان ده شخص مرموق في المجتمع، محبوب، الناس تعرفه وتقول ده يعني شخصي ممتاز، ده باب ده شخصية ممتازة رائعة محب، مش حسب الظاهر. لكن للأسف بنلاحظ انه لو دخلت لجواه هتلاقيه محطم، الهموم واكله والمشاكل واكله دماغه، مش عارف يتصرف، حتى نفسه بيصرخ ويقول يا رب الى اين الى متى. عندنا مثل بتلاحظه فشلان مع اولاده، فشلان مع عيلته، مش عارف يربي اولاده بتربيه خوف الرب، تفكيره مادي فشل مستمر، بس قدام الناس ما بيظهرش. عندنا اكبر مثل هو لوط. نعم. اذا بنبص على لوط يعني بنقول ده رجل كان على باب المدينه. ايه باب المدينه دي؟ مكان الحكام فيها في الوقت ده، كان اللي يقعد على باب المدينه هو يقدر يحكم بكل حاجه، يعني كان عنده مركز مرموق، معروف من الناس، محبوب من الناس، لانه كان يجوا يستشيروه. بس للاسف لو بصينا على حياته العائليه، حياته اللي صار اول حاجه لما جاء يقول لاولاده لبناته لاسهرته ان الله هيهدم المدينه، هيرمي يحرقها بالنار، كان كمازح في اعينهم. نعم. يعني ايه ده الفشل اللي فشلته يا لوط؟ انت عشت مع ابراهيم سنين طويله، ربيت على الايمان، شفت معاملات الله مع ابراهيم، ايه اللي حصل لفشلت كده؟ فشل مع تربيه اولاده، فشل مع مراته لو جابها وعمل يا تعالي نقعد نعيش للرب، نعيش حسب وصايا الله، اختبرنا كتير الله بزمان بحياتنا مع ابراهيم، لا اللي نشوف انه هي كانت متعلقه بسدوم وعموره، متعلقه بالعالم، متعلقه بالزينه، متعلقه بكل حاجه، لغايه انه لما مسكهم الملاك وطلعهم بالقوه بالعافيه من سدوم، من بص هي بنص السكه ما قدرتش تكمل، راحت بصت لورا وبقت عمود ملح. استاذنك اخت ليديا، استاذنك احنا وقفنا عند عمود الملح، ناخد المكالمه دي وارجع لحضرتك رايزاوي. اتفضل، مين معايا برنامج ساعه صلاه؟ هلو الو الو هات الطريق بسرعه. اتفضل انا سامعك. اتفضل. خمسة. الو اتفضل انا سامعك. الو الو ايوه انا سامعك. اتفضل انا سامع حضرتك. اتفضل مين معايا؟ الو حبيبي انا سامعك، واضح ان انت مش سامعني. انا سامعك. الو مش حد، انا معاك. الصوت بيروح ويجي، انا ما اعرفش عندك مشكله. ايوه تفضل انا سامعك. شحاته لمعي معاكم. شحاته لمعي؟ عندي حالة اكتئاب نفسي ومفيش اي ادوية نافعة معايا. حالة اكتئاب نفسي ومفيش اي دواء نافع معايا. انا سمعتك، انا سمعتك حبيبي، انا سمعتك. شحاته لمعي معاكم. انا سمعتك يا حبيبي، انا سمعتك وكتبت اسمك الاخ شحاته لمعي، وعندك اكتئاب نفسي ومحتاج ان الرب يتلامس معاك. انا عايز اقول لك حاجة قبل ما اصلي معاك. لازم تصدق ان الرب بتاع كل حاجة. بتاع كل الأوقات وكل الأزمنة، صبح ليل عصر في آخر الدنيا جنبيك رب مال الكون وكلي القدرة. والأخت ليديا من شوية قالت زي ما الكتاب علمنا أنه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، وأستطيع كل شيء في المسيح الذي قوينا. عشان كده أنا عايز وأنا بصلي معاك دلوقتي، حتى لو كانت الأدوية فشلت،
حتى لو كانت الأطباء فشلت في تشخيص حالتك أو في نهاية تديك الدواء المظبوط، أنا عايزك تتفق معايا بالإيمان دلوقتي في اسم الرب يسوع المسيح، وأنا هخلي الأخت ليديا تكون بتطلب من أجلك دلوقتي في اسم الرب يسوع المسيح. أخونا شحاتة لامع يا أخت ليديا، عايزين نصلي له من أجل الرب يرفع حالة الاكتئاب النفسي، ويرجع الرب يعوض عن السنين عن الشهور عن الأيام اللي أكلها الجراد من حياته، ويرد ليه بهجة خلاصه، ويعرف يختبر ازاي ان ايد الرب صالحه وتصنع لمن ينتظر. هو اسمه شحاته لمعي. تفضلي يا اختي. تفضلي. نشكرك الهنا الصالح، نشكرك يا رب من اجل محبتك اللا محدوده يا رب، نشكرك من اجل انه لينا طبيب، لينا شفيع، لينا طبيب عظيم قادر على كل شيء، لينا اله حي يسمع الصلاه ويشفع فينا ويعطينا العلاج الصحيح لحياتنا المنكسرة، حياتنا المنهزمة بسبب الظروف، بسبب الضيق. أنت عارف شحاته وظروفه يا رب. نشكرك لأنه أنت قلت تعالوا إلي جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. شحاته عايزك يا رب، هو بيطلبك، بيطلب وجهك يا رب، بيطلب منك إنه أنا تعبان وانت الطبيب العظيم يا رب، انت القادر على كل شيء. لما يعجز حتى الاطباء كلهم نعرف انه ايد الرب قديره، انت قادر تمد ايدك يا رب بلمسه من روح باسم يسوع تدخل على قلبه وتعطيه السلام يا رب، تزيل كل ضعف وكل ضيق يا رب، لك كل المجد باسم يسوع. انت قادر، واثقين انت سمعت الصلاة وعارفين انه انت مديت لمسته يا رب باسم يسوع بالايمان، هياخد استجابة الصلاة دلوقتي لانه انت بتجاوب بسرعة لما بنطلبك بايمان. انت اوان بترد علينا وبتعطينا لانه هو عايز يطلبك انت اولا. قلت اطلب اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لك الشكر يا مصطلح، نطلب كرامة دم ابنك الوحيد اللي سفك عنا على الصليب، وكل الشكر من الان والى الابد. امين يسوع. امين. قبل ما ارجع لك تاني اختي ليديا، خليني طالما دخلنا في الصلاه، خليني انا عندي طلبات، ف بين الكلام والتاني والصلاه هنصلي لاجل الطلبات دي. عندي طلبه صلاه لاجل اخ اسمه ميرو، كاتب كده بالنص صلوا لاجلي عندي مشكله كبيره، ما ذكرش ايه نوع المشكله. يا رب دايما هفضل اقول لك انك انت كاشف القلب، فاحص القلب، مختبر الكلى. يا رب انا بحط ميرو قدامك في اسم الرب يسوع المسيح. اي ما كانت المشكله الكبيره اللي عنده، انا بصدق ان للسيد الرب في الموت مخارج، وبصدق انك عينك عليه وشايفه، هو بيطلب الصلاه واحنا بنتحد معاه في الصلاه يا رب. وانا بصدق انه شعبك غالي جدا على قلبك، حتى لو ما لقيناش حد يسال فينا ولا يهتم بينا ولا يعرف مالنا ولا ايه مشاكلنا ولا يقدر يتدخل باي شكل او بالتاني عشان يحلها، انا بصدق ان في الوقت ده بنجدك أنت الباب الذي لا يغلق أبدا يا رب، والأحضان المفتوحة لنا دايما. عشان كده ميرو قدامك ومشكلته قدامك، وأنا بصدق أنك بتصنع لمن ينتظرك في اسم الرب يسوع المسيح لكل المجد. عندي طلبة صلاة كمان لأجل شاب حالتها خطيرة وهي في الطوارئ، ما تذكرش اسمها لكن الرب يعلمها تماما جدا. يا رب أنا بصلي من أجل هذه الشابة الموجودة في الطوارئ الآن يا رب، أنا بصدق أنك شايفها وكاشف حالتها وعارف تشخيص الحالة ايه بالظبط. انا بصدق انه المؤمنين لما بيطلبوا ان احنا نصلي اكيد الامر محتاج صلاة، واكيد الامر محتاج تدخل الهي من ايدك الصالحة. علشان كده اذهب اليها حيثما هي موجودة الان في اسم الرب يسوع المسيح. وانا بصدق يا رب انه ما من احد بيطلبك وتحكب وجهك ابدا، لانه ابوابك دايما مفتوحة لينا واحضانك مفتوحة لينا، وانت اللي قلت تعالوا يا كل المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وإحنا مستنينك يا رب تتلامس مع بنتك الشابة حيثما هي الآن في الطوارئ في اسم الرب يسوع المسيح لكل المجد. لم تستمع امرأة لوط لي وصارت عمود ملح، دي آخر حاجة وصلنا لها. فهنا بتعليني فشل لوط برغم نجاحه قدام الناس عزمشته بالظبط كده، برغم أنه كان عند باب المدينة وكان العمدة بتاع البلد وكان الناس بيحبوه، لكن وقت أن جاء العقاب الإلهي لم ينقذ منه أحد، لأنه مستهانوا به وما صدقوش وكان كماذح في أعينهم. ده للإسم اللي حضرتك يعني حاولت توضحه لنا، أنه لك إسم أنك حي لكنك ماكت. تفضل كمل. وتالت فشل للوط مع بناته اللي طلعوا معاه، مع أنه طلعوا معاه وخلصوا،
لكن كان عنده فشل من ناحيتهم، لانه ملاحظ انه من خوفهم انه ما يلاقوش ازواج عملوا ايه، انه ازاي جابوا اولاد من ابوهم. نعم. فاكبر خطيه زنا وقعوا فيها ونجاسة، انه ده دليل انه فشل معاهم كمان هو. فعنده ثلاث نقط فشل ذريع يعني عظيم للوط مع بناته اللي بقيوا بسدوم، اللي راحوا ماتوا مع سدوم، مع مراته اللي انقلبت عمود ملح، ومع بناته اللي وقعوا بالخطية بسبب انه هو ما علمهمش على الاتكال على الله، انه الله بيسدد كل احتياجاتنا، واللي هو نظرتنا لازم تكون على طول انه هو هيأملنا كل اللي ضروري لنا. احنا ممكن نقول انه رب مش عم بيأمل لي كل حاجة، لا، هو بيأمل لي ايه هو ضروري ليا واللي لا صالح ولا لي خيري، له كل المجد. امين. يعني انت حضرتك بتأكدي انه فشل ثلاثي، فشل مع اصهاره ازواج بناته وماتوا وهلكوا في سدوم وعمورة، وفشل مع زوجته وفشل مع بناته. خلينا ناخد المكالمة دي ونرجع ناخد النقطة اللي بعد كده. اتفضل، مين معايا برنامج ساعة صلاة؟ هلو، الخط وقع، نرجع تاني. اكيد انا بصدق اخت ليديا انه مش بس انك اسم، انك حي وانت ميت، لكن على مرار كلمة الله بطولها وعرضها انا بلاحظ ان في سبب قوي جدا انا بعتقد ان حضرتك هتكلمينا عنه، وده بنمر بيه كلنا، اسف التعبير، كخطاة وكمؤمنين. الكتاب علمنا انه من يبعد عني يضر نفسه، برغم ان احنا عارفين كويس وحافظين هذه الآية عن ظهر قلب، لكن عايز اقول كثيرا ما نبعد، وكثيرا ما نحول انظارنا عن السيد له كل المجد، وكثير ما بنبص لحاجات تانية ليس لها قيمة، وكثير ما بنعتمد على حاجات تانية ليس لها قيمة. فانا بشوف انه الوقت اللي بيتحول فيه نظري من على الرب وينظر لأي شيء آخر، أي مكان قيمته، أي مكان قدرته، أي مكان حجمه، أعتقد أن في ذات الوقت نفسه تبقى مرحلة سقوط وفشل في حياتي. هل الكلام ده مظبوط؟ بطرس من كتاب المقدس، وبعد كده اختبار من حياتي الشخصية رح أشارك فيه بسيط. بطرس نعرف بطرس كان مقدام لإشاعة الرسل، وكان دايما هو أول واحد يتكلم وأول واحد اعترف أنا أعرفك من أنت، أنت ابن الله، اعترف بألوهية الرب يسوع. لكن منشوف لما كان أستأذنك يا أختي ليديا، المكالمة رجعت، ناخدها ونرجع نكمل مع حضرتك تاني. تفضل، مين معايا برنامج ساعة صلاة؟ ألو، مساء الخير. مساء النور، تفضل، مين معايا؟ مساء الخير يا الأسيس. الأسيس سامي من مصر، أهلا وسهلا بيك جناب الأسيس سامي، تفضل. إزي حضرتك؟ صوتك مميز حبيبي، تفضل، نشكر ربنا، تفضل يا أسيس. البرنامج ويبارك حضرتك الأخت اللي مع حضرتك. ربنا يباركك يا أخي. اللي معاك على الهواء، شكرا ليك يا أسيس، أشكرك. أنا محتاج إنك أنا الصوت جاي من عند حضرتك يعني صعب شوية، أنا لسه مش مميز حضرتك عايز إيه بالظبط. الحساسية على سلمها تنظيم صلاة، الرب يمكن أمين؟ تنظيم صلاة لأجل إيه؟ كان في كلام، في كلام وقع حضرتك، انا استاذنك بس تقول لي محتاجين نصلي عشان ايه؟ طيب انا شايف الاتصال فيه مشكله عند حضرتك، وفعلا الاتصال وقع، فمعلش استاذنك جنب الاساس ارجع لنا تاني، لان الصوت مش واضح بالمره، فانا مش قادر اميز الطلبة اللي حضرتك عايز تشارك بيها. ارجع لك تاني اختي ليدا، اتفضلي، كنت بتتكلمي عن بطرس، اتفضلي. بتكلم عن بطرس لما كان في السفينة، وكانوا قال لهم الرب ابعدوا، وسبقوا بالسفينة، وصار عاصفة وبصوا لقوا المسيح الرب يسوع جاي ماشي على المي، فخافوا وارتعبوا، قالوا لا تخافوا انا هو. بلاحظ انه بطرس اول واحد قال له اذا كنت انت هو الرب امرني ان اتي اليك، امرني ان اتي اليك، قال له تعال.
طيب اول حاجه اعملها بطرس انه بص للرب يسوع اولا بالبدايه. مشي على الميه، ملاحظ انه لما كان نظره على الرب وعلى كلمه الرب مشي على الميه. مش لغايه ما ابتدى يبص حواليه وشال نظره عن الرب. بعد نظره عن الرب ملاحظ انه ابتدى يغرق. نعم. لغايه ما قال له يا رب نجني. فمد ايده الرب يسوع ومسكه ومشي على المي ورجع هدية المي ومشي لعنده. فملاحظ انه طول ما هو عينيه على الرب بالبداية كان ماشي على المية. اول ما سقطت عينيه عن الرب يسوع على طول ابتدى يغرق. بس الحلو ببطرس انه طلب النجدة، فطلب من الرب انه ينقذه. لما بنرفع عينينا عن الرب يسوع بننظر للمشاكل اللي حوالينا، طالما نحن ثابتين بالإيمان إلا رئيس الإيمان، نحن نقول إلا رئيس الإيمان ومكمله، مع أن عندنا رئيس إيماننا هو مكمل الإيمان بيكون منتصرين، لأنه لو هو اللي بيعطينا النصرة وهو اللي بيعطينا أنه نفكر. لما نفكر بقدرتنا للأسف طول ما نحن مفكرين بأنه بقوة الرب يسوع نحن ماشيين منتصرين، طول ما نحن ابتدينا نفتكر أنه أنا بقدرتي، لا، ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ما بنقدر نعمل شيء، لأنه التجارب اللي بيقدم لها إبليس، مهاجمات إبليس، بيقولنا الكتاب أنه بنقدر نطفئ مهاجمات إبليس والتجارب اللي بتحيط حوالينا وبنلاقي روح الفشل بيبعد. لما بتدخل قلوبنا الخوف ونبعد عن الرب يسوع، لأنه بدون الرب يسوع لا ما قلنا المقدرة أنه على محاربتنا، لأنه ما ننسى أنه الرب قالنا وأنزلنا كمؤمنين أنه في العالم سيكون لكم ضيق. فنحن معروفين أنه عندنا ضيق، لكن عشان نقدر ننتصر على الضيق لازم نثق أنه هو غلب العالم وهو معنا، هو إله الأمس واليوم وإلى الأبد. هو معنا في وقت الضيق، في وقت أي مشكلة. في أنا اختبرت الرب ده، لو في معي دقيقة أقول اختبرته بشكل أنه أوقات كتير أحس بالضيق وبالفشل. فكنت لما أجي للرب أقول له يا رب ما إلي غيرك، أنت اللي حتقويني، أنت اللي حتقيمني وتنشلني من الضيق اللي أنا فيه. بين ما فيش فترة بسيطة بلاقي أنه روح التسبيح جالي وروح الصلاة جات لي، ابتديت أشكر الرب. وأول ما ابتديت أشكر الرب وأشوفه قدامي هو اللي عم ينقذني، حسيت إنه الرب أنقذني بحاجات كتيرة وبصعوبات كتيرة وبالضيق اللي كان فيه. في مثل قصة صغيرة أقولها على السريع ومعروفة عند الكل. في شخص كان بلوم الرب يسوع بحلم ده، بيقولوا من رب يسوع انه انت شوف انت ها انا ما انت في رجلين ماشي على الرمل، طول ما انا على الرمل انت جنبي، في رجلين تانية ماشية جنبي، لكن لما ابتديت على بالمية والمية بترمز للضيق بقيت انا وحدي ماشي وانت مش باين قدامي وما ساعدتنيش. قال له لا، انا اللي كنت ماشي وانت حملك على الاذرع. فالرب يسوع لما نحن منسلمه الامور ومنسلمه المشاكل اللي احنا فيها، مش بس بينصرنا، بيحملنا على الأذرع وبيقطعنا المشكلة وبيعطينا النصرة ويعطينا الفرح والسلام اللي في الرب يسوع. أمين. السبب ثاني. أمين في اسم الرب يسوع المسيح. أنا دايما يمكن أركز ثواني بسيطة على النقطة دي وأشجع كل أحبائي المشاهدين في كل مكان، ودايما هفضل أقول لك اللحظة اللي عينك هتنزل فيها من على ربنا أنت مش هتكون حاسس بالأمان، مش هتكون حاسس بالسلام، وممكن تتعرض لمخاوف كتير قوي وامور كتير قوي هتتعبك وهتفشلك، وبالتالي هتكون النتيجه المؤسفه انك هتسقط. عشان كده نفسي قوي ما تهربش منه ولا تنزل عينك من عليه، وافتكر كلمات داود اللي بختم بيها النقطه دي، واحده سالته من الرب واياها التمس، اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي، ليه؟ لكي انظر الى جمال الرب وأتفرس في هيكله. بشوف تاني أخت ليديا معاك أنه من أخطر النقط اللي احنا محتاجين النهاردة ننمر عليها ونشاور عليها وننور عليها الضوء قوي قوي، أنه مرات المؤمنين للأسف بيكونوا موجودين في المكان غير المناسب،
والوقت غير المناسب، مش مكاني. آدم أين أنت؟ سمعت صوتك في الجنة، خشيت لأنه عريان فاختبأ. مش مكانك ده يا آدم، مش مكانك. أنا هسيب النقطة دي مع أختنا ليديا توضح لنا أكتر، بس نفسي أو أنت بتسمع اسأل نفسك كل المرات أو معظم المرات اللي بتفشل فيها وتسقط ولا يحالفك النصرة أو الغلبة، أنت بتكون فين وبتعمل إيه؟ تاني، بتكون فين وبتعمل إيه؟ تفضل أختي ليديا. قال كمان تاني يعني ان احنا نشوف، كلمنا عن لوط اللي هو كان بمركز وفشل، عندنا مثل تاني عن شخص كمان كان في مركز كبير وشخص مفروض انه عندك اختبارات كتيرة مع الله، ازاي انت يجي وقت من الاوقات وتوقع في الخطيئة. عندنا داود الملك، وداود الملك ده ملك، نعم. كان عنده انتصارات مع الرب، مش بس كان انه عنده علاقة مع الرب، كان عنده انتصارات، واختبر الله بانتصاراته بمسيره مع الله، وكان يرشده الرب الله على كل الطرق. لكن يا داود ايه اللي حصل؟ قال كان في مكان الغير مناسب بالوقت المش مناسب. ليه؟ ازاي يعني؟ كان في عنده شعبه عم بيحارب بني عمون. طيب ما شعبك يا داود عم بيحارب، وانت تعمل ايه في البيت في اورشليم ونايم على سريرك، وبعد كده بتطلع على السطح تتمشى؟ طب انت مش قلقان شعبك اللي بتسيبه عادة بترافقه بالحرب، ليه النهارده ما رفقتوش؟ ليه اللي سبت كل حاجه وسبته يتصارع مع الحرب وحده مع بني عمون، وانت قعدت وبعدين طلعت على السطح تتمشى زي ما يكون ما فيش حاجه وقعد تتسلى؟ انا مش ده المكان المش مناسب، الوقت المش مناسب لانه وقت حرب. انت بتعمل ايه؟ وبص حواليه، وقع في التجربة، شهوة، زنا، قتل، واكل. هنقول مش هنقول تفاصيل كلها، بس المهم انه اشتهى لانه شاف واحدة مش أرسل مراته، ارسل اليها وزنا معاها وقدر بعد زوجها. بعد كده لما شاف نفسه النتيجة انه وضحت وحتنكشف، قتل جوزها، حطه في مقدمة الحرب وقتله. وبعد كده أخدها زوجة. ففشل بفشل بفشل، مع أنه مش هو الشخص اللي لازم يكون فشلان، لأنه عنده خبرة، عنده اختبارات مع الرب، عنده انتصارات سابقة اللي هي كفاية أنه توريه الحاجة. لكن للأسف وجوده في المكان الغير مناسب بالوقت الغير مناسب. نحن بنتوقع كده، نحن بنقع في الخلطة دي أوقات كتيرة، نقول ده مكان، ده أنا رايح كله ما فيش، معلش دي عاملين حفلة فيها، يعني أنا مش هشرب، ما كلهم بيشربوا. استأذنك أخت ليديا، الأستاذ سامي رجع لنا على التليفون تاني. أستأذنك الأستاذ سامي رجع تاني على التليفون، أتمنى يكون الخط واضح عشان أقدر أسمعه. تفضل أستاذ سامي. انا الحقيقه انا الصوت جاي صعب قوي من عند حضرتك يا اسيس. انا لغايه دلوقتي مش قادر اميز احنا محتاجين نصلي عشان ايه. فانا ما اعرفش لو انا بس يعني صلاه من اجل المدام دي انا سمعتها، اشكر ربنا دي انا سمعتها، صلاه لاجل المدام. امين امين جناب القسيس، امين يا جناب القسيس، امين يا حبيب قلبي. انا بشكرك لانه احنا سمعنا الطلبه دلوقتي. يا رب انا بصلي من اجل مدام القسيس سامي. يا رب انا ما اعرفش يا رب، لكن انت كاشف وشايف وعارف ايه الوضع وايه الظروف وايه الاحتياج. ودايما هقول لك انت اقدر، انت اعظم، انت اقوى، انت اعلى من كل اللي بنحس بيه ومن كل اللي بنشعر بيه ومن كل اللي بنتألم بيه ومن كل حاجة يمكن مرات كتير مش قادرين نكشفها أو نعلنها أو نعبر بيها للناس، لكن أنت شايفها وعارفها. عشان كده بنحط أمتك قدامك في اسم الرب يسوع المسيح، وأنا بصدق أنك الآن يا رب تتلامس معايا ببلسان خاص بالروح القدس في اسم الرب يسوع المسيح. ضع يمين البركة على حياتها يا رب، وأنا بصدق إن إيدك طيبة حنينة تصنع دائما لمن ينتظرها.
عندي كمان طلبة صلاة جات لنا دلوقتي من أخونا كرم من أسيوط، عنده حالة نفسية، دي تاني حالة نفسية النهاردة بنصلي لها. يا رب أنا بصلي من أجل أخونا كرم في أسيوط، هفضل دايما أقول لك ما نعرفش سبب الحالة إيه، ما نعرفش بقالها قد إيه، لكن اللي بنعرفه إن الموضوع محتاج كلمة منك. عبدك قال لك كده، قل كلمة فيبرأ غلامي. إحنا بنقول لك قول كلمة دلوقتي يا رب لكرم في اسم الرب يسوع المسيح. احنا بنصدق ان كل من لمسوك نالوا الشفاء، عشان كده احنا دلوقتي بنتحد معه حيثما هو الان في اسم الرب يسوع المسيح، وبيشاهدنا انك تتلامس معه، تلمس حالته النفسيه، تلمس النفسيه اللي محتاجه يسوع المسيح، اللي محتاجه يسوع المسيح، فتتغير الحياه، فيتغير الكيان، ويصبح خليقه جديده كليه في المسيح يسوع. انا بصدق انك بتسمع لنا في اسم الرب يسوع المسيح. موجود في المكان الغلط، خلينا ناخد المكالمة دي كمان. معلش اختي لدي، انا اسف. تفضل، مين معايا برنامج ساعة صلاة؟ الو، مساء الخير. مساء النور، تفضل. انا كنت بقرا دلوقتي في انجيل يوحنا اصحاح 17. تفضل، يوحنا 17. وتوقفت قدام الصلاة اللي صلاها المسيح وهو مقدم على الصلب. ايوه. فقد ايه صلاه رائعه، طويله جدا، اطول، تعتبر اطول صلاه سجلت للسيد المسيح. الصوت بيروح تاني للصلب. أنا سامع لغاية إنجيل يوحنا 17 وأطول سنة قالت، أطول صلاة قالت عن الصلب. فالصلاة كانت رائعة جدا، وده استدعى إن أنا أطلب النهاردة صلاة لكل المرضى إن ربنا يتحنن عليهم بالشفاء. على فكرة أنا من العابرين. اسم الرب يسوع المسيح. أخت ليديا، طلب صلاة لأجل كل المرضى اللي بيشاهدونا دلوقتي في اسم الرب يسوع المسيح، تفضلي. أمين. أشكرك إلهنا الصالح، نشكرك لأنه أنت بتوصل لأشخاص اللي إحنا مش ممكن نفكر أنك أنت بتوصل له. نشكرك يا رب، نبارك اسمك يا رب، نشكرك من أجل الشخص اللي اتصل يا رب، أنت جبته على حزيرتك يا رب. نشكرك لي خراف أخرى أنا حجيبها يا رب. نشكرك، تمجد يا رب. نشكرك لأنه أنت قلنا مرة تانية طبيب العظيم طلب أنه نصلي من أجل المرضى يا رب، لكن أنت قلت جميع المرضى شفاهم يا رب. عندنا ثقة أنه أنت قل كلمة فيبرأ غلامي، قل كلمة فتشفي يا رب، تشفي النفس أولا، تشفي الروح وتشفي الجسد، لأنه أنت اللي عطيت الروح والجسد يا رب. أنت قادر تعطي، عطيت الأعمى عينين، يلي ما كانش مولود أعمى، كان مولود أعمى، كانش عنده عينين من الولادة. أنت قادر يا رب، شفيت أنت من الموت يا رب، أنت قادر تموتين من الموت الروحي كل شخص كمان يا رب، موت روحي ومرض جسدي، قادر تشفي لك كل المجد يا رب، لك كل القدرة يا رب. أشكرك يا رب لأنه أنت سمعت واستجبت يا رب، وانت مديت ايدك ولمست، ونحن شعرين بقوتك يا رب، بروحك يا رب يلمس، ولك كل المجد باسم يسوع. امين امين يسوع. طيب دلوقتي عرفنا بايجاز شديد جدا يمكن سببين او ثلاثه ليه بنقع، لكن دايما بنتساءل هل من حقنا ان احنا نغلب؟ الكتاب علمنا احبائي، الكتاب علمنا انه انا وانت من حقنا نغلب، بس بشرط صغير قوي. طبعا في كذا شرط، بس على ما يسعفنا الوقت انا هقول حاجه والاخت ليديا تقول حاجه عشان وقتنا بيجري بسرعه. الكتاب علمنا انك عشان تغلب لازم تكون مولود من الله. الكتاب يعلمنا كده في يوحنا الاولى 5:5، من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله. يوحنا الاولى 5:4، لان كل من ولد من الله يغلب العالم. انا باكد لك هنا من كلمه الله، اذ انت مولود ولاده حقيقيه بالروح القدس، لو المسيح ساكن في قلبك وكل يوم لك حديث معاه، كل يوم لك عشرة معاه، كل يوم لك خطوات في الإيمان معاه، كل من ولد من الله مش من المرأة، ولود المرأة مولود في الخطية، بالخطية حبلت بي أمي، بالاسم ثورت، بالخطية حبلت بي أمي، لكن اللحظة اللي بتنتقل فيها أن تولد من الله، وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان
أن يصيروا أولاد الله في الوقت اللي هتكون فيه ابن لله. ثق تماما أنه من حقك، من حقك أنك تكون غالب. من؟ لأن كل من ولد من الله يغلب العالم. لو أنت ابن حقيقي ربنا مولود، ثق، مش أنا اللي بقول لك، لكن كلمة الله بتؤكد لك هذا الإعلان أنه من حقك تنتصر. مش بس كده أختي ليديا، لكن إيه سبب تاني خلينا نعيش منتصرين في اسم الرب يسوع المسيح؟ أمين. أنا بس ما ننسى أن مثل للانتصار، لأنه كان يوسف، هقول كلمة على السريع عن يوسف، أنه كان عبد وكان من بيع، وكان يعني إلنا رجال عظماء وغلطوا، بس لكن نشوف نتفاجأ أنه شاب صغير، لأنه اللي حاش لي أن أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. ما قالش أنا عم بخطئ لفوتيفار أو لإلي، أنا عم بخطئ إلى الله. ولما قال هالشي وحط وضع بين قدامه أنه أنا ما بخطئ إلى الله، الرب أعطاه الانتصار على محاربات إبليس من ناحية أنه إغراءات مرات فوتيفار، مع أنه عبد لإلهم يعني مفروض يطيع هو، لكن كانت إطاعته لله واتجاهه لله. من يعترف بخطيته ويتوب عنها ويرجع عن طريقه كمان بيعطي النصرة الله. الرب بيعطي النصرة عندنا، بتكون حقيقته منتصرة. بس للأسف في أشخاص كتير بتكون بيعترفوا. حقيقته بيعترفوا بس مش بيتركوا الخطيئة، زي ما علمنا الكتاب في الآية اللي حضرتك هتقوليها لنا في أمثال 28، من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. تفضلي. لازم نتذكر دايما أنه عنده طبيعتين، عندنا طبيعتين باسم بالجسم بنفسنا. بالإنسان في طبيعة ميالة للخير وفي طبيعة ميالة للشر، في طبيعة ميالة تطيع الله وفي طبيعة ميالة. فعندنا الكتاب قلنا من السهوات التي يعني شو السهوات؟ يعني الحاجات اللي الأخطاء اللي بنعملها من غير قصد، مش نحن بنقصد نخطئ، ما بنشعر فيها وبتجينا بطريقة غير مقصودة. فبس ممكن تكون من أعظم الفشل لحياتنا، بس ننتبه أنه نقع لما ننتبه أنه من الأخطاء دي، ولما نبعد عن علاقة الرب. بس لما نرجع للرب ونعترف أنه أنا بعدت، أنا أخطأت، أنا مش بقصدي أخطئ، لكن نعترف ونطلب منه أنه هو يعطينا الغلبة والنصرة. ملاحظ في بيوحنا بوصينا الرب انه لا تخطئ، لانه بنفس الوقت بالتاكيد لنا انه حصل خطا سهو ومن دون سابق تسميم، نعرف انه لنا شفيع عند الاب يسوع المسيح. يا اكتب اليكم يا اولادي، نعم اكتب اليكم يا اولادي لكي لا تخطئ، ولكن اخطا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح هو كفار خطايانا. لازم نعترف. عندنا مثل كبير وبنرجع لداوود، لما أخطأ ورجع لعند عرف إنه هو زنى وعرف إنه قتل وعرف إنه عمل خطيئة كبيرة وكان رح يقصصه، ولكن حسب الظاهر نعرف إنه فيش، لكن لما اعترف بخطيئته وطلب الغفران من الله، ملاحظ إنه رجعت حياته للنصرة، ورجعت منشوف إنه الله أعطاه نصرة على أعدائه. نعم. فلأنه تاب ورجع واعترف بخطيئته. واهم حاجه مش بس الاعتراف، زي ما احنا دايما بناكد ان هو يترك دايما. نعم. هفضل اقول الكلمه دي، يترك. او لما بيتوب عن خطيته بيبعد عنها، بيتركها. ما دي النقطه اللي انا دايما يخطئ نفس الخطيه. عايز اقول تعبير هنا اختي ليديا دايما احب اقوله من فضلك عشان ما ننساهوش، انه احيانا كتير احبائي بنقع في لعبه اسمها لعبه التوبه. صح. لعبه التوبه للأسف. لعبة التوبة ان احنا نغلط. الكتاب علمنا لنا شفيع فنجرى على ربنا وقول له سامحنا، احنا اسفين احنا غلطنا، وارجع اكرر نفس الغلطة تاني، احنا اسفين سامحنا. ده اللي احنا تعلمناه في كنايسنا، ان الرب موجود، مجرد ما تغلط تجرى عليه سامحك. انا عايز اقول لك خدعك اللي وصل لك هذا التعليم. الموضوع مش كده، كتابه واضح في سفر الامثال الاية اللي حضرناها حالا مع حضراتكم 28-13، من يكتب خطاياه لا ينجح. لا انا مش هكتمها، انا هعترف. طب اعترف، بس خد بالك من النص الاخير من الايه، من يقر بها. مش بس كفايه، ما احنا كتير بنعترف، انا بعترف سامحني، انا بتوب سامحني، اتس اوكي، بس ايه اللي بعد كده؟ ويتركها.
ذات مين يعني، ده معناه ان انت بترجع لهاش تاني، مش انت تفضل تعملها وتعيدها تعملها وتعيدها تعملها وتعيدها متفكر ربنا قاعد يمسح لك الغلطه ويمسح لك، مش هيعمل كده ربنا. التوبه الحقيقيه بس لازم ما ننسى حاجه يا اسيس، اتفضلي. لما انا بكرر نفس الغلط خلاص معناته مش انا بالصدفه خطيت، لا معناته انا عامل متعمد عملت الخطيه. فلا اللي بيخطئ هو عارف بعد ما يختبر بعد ما يختبر عمل الله ومعاملته بحياته ويرجع يخطئ ما في خلاص ساعتها. ليه؟ لانه انا بخطئ بارادتي، انا باجي وعارف انه انا ده غلط وبعمله، فبقول له الله خلاص وقف، وصل لوقت ما فيش توبه. ليه؟ لانه هو مش عم يتوب اصلا، فدي فشل اكيد ما فيش مصلحه هنا. الكلام ده مظبوط، انا بايدك انا بايدك انا بايدك في الكلام ده، ودايما هفضل اقول لما بتعمل حاجه وانت عامد متعمد، انا عايز اقول لك مش بس ممكن ربنا بيتضايق ويزعل، لكن اوعى تنسى هذه الايه انه من يعرف اكثر يدان اكثر. صح، لانك بتعملها وانت قاصد، عشان وقتنا بيجري. ايوه، انت عايز تغلب، كتاب علمنا هذه هي الغلبه التي نغلب بها العالم. نعم، ايماننا. عندك ايمان بس مش الايمان الكلامي، مش الايمان ايوه انا عندي ايمان، ايوه انا عندي ايمان. انا اسف اقول لك في اربع انواع من الايمان، انا ما اعرفش انت انهي واحد فيهم. وبعد ما اقول التعبير ده هسيب اختنا ليديا تختم بالنقطه دي عشان وقتنا بيجري وبعدين ناخد طلبات صلاه. نعم، لكن عايزك تفهم قوي ان في ناس بتقول لكن ما عندهاش، وقال الرب عنهم كده باللفظ كيف لا ايمان لكم، بكلم التلاميذ اللي كانوا معاه وشايفين وعارفينه، كيف لا ايمان لكم. نمرة اتنين، لماذا شككت يا قليلي الإيمان؟ ده النوع التاني، الإيمان قليل. النوع التالت، عظيم إيمانك يا امرأة، ده إيمان عظيم. النوعية الرابعة، لم أرى في كل إسرائيل إيمان بمقدار هذا، لم قال له قل كلمة. أربع أنواع، نعم، حضرتك إنهي نوع فيهم؟ فضالي اختي ليديا. في عندنا أهم مصدر لما نثبت عيوننا على الرب ونظرنا الى زي ما قلت بالاول رئيس الايمان، كمان ما ننساهاش دي، نحصل على الانتصار والغلبه. في كتاب مقدس بقولنا نرجع لداود بمثل ثالث، نشوف الانتصارات اللي عاشها داود بسبب وجوده مع الله. جوليات الجبار، كان طفل صغير، داود كان شاب صغير لسه، كان بيرعى غنم ابوه، لا كان ملك ولا كان حاكم. منلاحظ انه كان جوليات الجبار بيعير صفوف الاسرائيل، وما كانش في حد يقدر يواجهه، كله خايف منه، كله خايف منه. لكن منلاحظ انه لما اجا قال له داود انا بحارب، لبسوه ثوب الاسلحه ما قدرش يحمله، وراح بمقلاع وخمسه بحص. يا داود انت ايه اللي بتعمله؟ نشوف قد ايه ايمان داود كان انه يحصل على الانتصار من الله، وثقته بالله كانت مصدر قوته الحقيقيه. نعم، ملاحظه لما واجه جوليات وقال وكان بيهدد جوليات وبيتمهزق عليه بيقول له انت تاتي الي بسيف وبرمح وبترس، وانا اتي اليك باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل اللي انت بتعيرهم. هللويا. بالعظمه بنلاحظ قد ايه عظمه ايمان داود وثقته بالهه. طول ما نحن عندنا نحن كمان نقدر نوصل لهالنقطه، قديش يكون عندنا ايمان بالهنا. طول كل ما قوي ايماننا، كل ما قوي ثقتنا بالرب، كل ما اخذنا وشفنا بعين الايمان النصره اللي بيعطينا الرب. ملاحظ انه داود بس بخمسه بمقلاع بس على طول كان المقلاع بالراس، وقع جوليات وقدر بسيف جوليات نفسه يقتل. فالرب هو بيعطينا النصرة، فقوتنا مش بتفشلنا لو نحن عم نتكل على قوتنا بقدرتنا، لكن بمساعد روح الرب اللي بداخلنا. هللويا. هو اللي بيعطينا القوة والنصرة. عندنا مثل بيقول، عندنا آية عفوا مش مثل، بزكريا 4:7، من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. ايه جميلة قوي دايما. هللويا. عشان كده انا بأكد على هذا الاعلان انه كل من ولد من الله، كل من اعترف بخطاياه وتركها، كل من تمسك بالايمان، انت من حقك ان تكون غالب ومنتصر في اسم الرب يسوع المسيح. أيوة. طلبات صلاة نهائية
انا عندي كام طلبه صلاه يا اختي ليبيا لازم اقولهم بسرعه، انا هستاذنك لان عندنا كام طلبه صلاه بسرعه والمخرج لازم يطلع بعدها. انا اقول الطلبات بسرعه كلها وهنصلي لها مره واحده عشان انا وعدت ان انا لازم اصلي لها. عندنا طفله في مدينه طمه هي في غيبوبه ومش عارفين سبب الغيبوبه ايه. عندنا بنت الرب لم تذكر اسمها عندها دور حساسيه في الصدر مستمر. عندنا اخت اسمها اسماء كامل بتصلي لاجل ابنها ان ربنا يهديه لانه تعبها جدا. عندنا طلبه صلاه من اجل الاخت نايفه لانها عندها دوخه وتعبانه صحيا. يا رب انا بحط قدامك كل هذه الحالات يا رب، وانا بصدق انك تردد يمين البركه عليهم والشفاء واللمسه اللي جايه من لدنك، وانا بصدق ان كل من لمسك نال الشفاء يا رب. جميع من كان فيهم مرضى، جميع من كان فيهم يا رب امور صعبه، انا بصدق انه مجرد اللمسه، مجرد النظره من جلالك، مجرد يا رب ان تتلامس معهم، ترسل كلمه اليهم الان في اسم الرب يسوع المسيح. بصدق انه سيحدث تغيير عظيم في الحياه لانك انت اله المعجزات اللي ما بتفشلش ابدا ولا يمكن يعصر عليك امر. بشكرك اخت ليديا في نهايه حلقتنا، ربنا يباركك، كنت ضيفه خفيفه علينا، ربنا يباركك من اجل وجودك معانا وهذه الكلمات الرائعه المشجعه. اعزائي المشاهدين في كل مكان، بتمنى النهارده تكون وصلت لك حته من النور اللي على قلب ربنا يقوله لك عشان تعيش منتصر وغالب وتهتف زي ما سمعنا في الترنيمه، غالبين احنا بيه غالبين، مش ممكن تقدر علينا اي سهام واحنا عابرين. سلام المسيح لغايه ما اشوفكم الحلقه اللي جايه وبرنامج ساعه صلاه، والى اللقاء. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق.